فصل الفنانين، وده بالعكس يعني. مونجي خلينا ناخذ كلمة عامة ساعة على المنتخب في مقابلة البارح، كيف شفته؟ ومقابلة البارحة احنا اللي شيء اللي تخوفنا منه صار كي شفنا الفريق ضد الفريق الكونغولي، وقت اللي هو كان ماتش تيست باش تحضر الفريق للمباراة ضد الفريق الجزائري، نحب ولا نكره احنا ما نحبوش نخسره ضد الجزائر، والجزائر نفس الشيء ما تحبش تخسر ضد تونس، اللي لنا ثم معناها امبرستيج، ثم كلاسمون، وثم كونفرونتاسيون اللي تنجم تصير سواء في الكوب دافريك ولا في الكاليفيكاسيون تو طار في الكوب دي موند، خلات اللي اليوم لاحظت اللي ما فماش استقرار. لا بروف ديفونسيفمون بدلنا معناها بريسك 98% التركيبه الدفاعيه، وقت اللي اذا كان اليوم ما فهمناش الكره، تبارك الله وسام كان ملاعب كبير ويعرف اللي اليوم اذا كان ما عندكش استقرار دفاعي راه ما عندك وين تمشي باي فريق في العالم. لا بروف ليفربول تنحى على فان دايك بركة لاصابه، شفنا ليفربول السنه شنو هو اللي عملت، دونك خلات اللي اليوم ثم اون جيستيون اللي هي كاتاستروفيك ا مون افي او نيفو دو ليكيب ناسيونال، خلات اللي النجم نشكروا احنا سيرتان مومون، مي ا سيرتان مومون كونت يفو كريتيكي دير لي شوز اون فاس اونتر كاتر زيرو، ثم بريستيج تاع ليكيب ناسيونال، واللي جاي ليكيب ناسيونال باش عامل مزيه على ليكيب ناسيونال ما عندوش مكانته. لا بروف انت كي تشوف ثلاثه من الملاعبيه كساسوا يوسف المساكني وكساسوا فرجاني ساسي والا الوليد هذاك اللي من النرويج يجي للترابز نتاع الفريق الوطني التونسي، جاي باسكو لا لوبلي سيوم باش يجي ومن بعد يلقى اكور باش يمشي ويغادر الترابز تاع الفريق الوطني التونسي، هذاك علاش خلى وحذاري من الفريق المالي، لان الفريق المالي لعب ضده الفريق الجزائري والفريق الجزائري منع من هزيمه، الفريق المالي في ضد مباراه الجزائر كان احسن من الفريق الجزائري ب ما نحكي لكش قداش، واتونسيون بربي خويا سلام مهم برشا، راهو الفريق الجزائري الجوارات لي جوار كادر ما كانوش في المستوى اللي عودونا به اوريزمون بور ليكيب ناسيونال. تحكي اكثر بعد بكل تفاصيل، وايضا باش نرجع لمقابله تمالي الجايه. وسام نسمع رايك في المقابله بعد ونوضح اكثر في التفاصيل بصفه عامه معنا. بون هو ماتش اميكال ديربي بين تونس والجزائر، تعرف اللي انت ديما فيه نكهه خاصه وفيه معناها اون جو، حتى يكون ماتش اميكال معناها باش تلقى لي دي زيكيب معناها سواء تونس ولا الجزائر معناها باش تلقى ديما ماتش كبير باش تلقى. شفنا البارح الماتش بصراحه سيرتو ال 45 مينيت الاولانيه المنتخب الجزائري لا دوميني، 45 دقيقة الأولى عمل كل شيء، معناها مركز زبونتو عمل تحس إن الجزائر تحب تربح، حتى ولو إنه ماتش أميكال تشوف لي ستار اللي فيهم وتشوف الملاعبية تحب تربح وتشوف كيفاش تكلم تشوف كيفاش. أنا كنت في استاد وسام تأكيد لكلامك، تشوف حتى جمال بالماضي على خط التماس ما يركحش معناها، هاو مشي هاو جاي، وهذا انتقل للملاعبية، تشوف روح اللعوبها بغداد وخاصة بليل البارح، تشوف فما ديفيرونس كبيره بين المنتخبات الاثنين. تشوف انت كيما قلت انت تحكي على اونترونور، شوف شو يعمل الروح اللي حاطها في الملاعبيه في ماتش اميكال، صحيح 27 ماتش ولا 26 ماتش ما خسرت حتى ماتش الجزائر اليوم، تشوف الروح معناها ماتش اميكال كيما قلت انت اعطينا احنا شنو هو اللي حاجتنا حتى من ماتش اميكال، ديربي صحيح اما اعطينا المانيير، اعطينا البريستاسيون، اعطينا اللعب، اعطينا يا خويا اخسر مثال شو خسرت البارح، اما اعطينا الملاعب يحب يلعب يحب يعطي 100% روح صحيت، هذيك من ناقصتنا. انت تشوف المنتخب في الماتشات الكبار ما تلقاهاش، كسوا في كوب دي موند الاخرانيه، كسوا في كوب دافريك، كسوا تلقاه في ماتشات بتاع كاليفيكاسيون بتاع كوب دافريك، اليوم مترشحين احنا الاولانيين، يقول لك ما عندي حتى انا اليوم مترشح انا الاول وكذا وعندي كاليفيكاسيون بتاع كوب دي موند مازال قدامي مش نحاول الله، يقول لك باش نوصل اما اعطيني، اما في الماتشات الكبار في التظاهرات الكبيره ما تلقاهاش المنتخب، سيرتو تو عندك ملاعبيه بصراحه عندك برشا ملاعبيه وتنجم توظفهم، اما وين اليوم اطار فني انت مدرب، انا ما نجمش نكريتيك مدرب في تكتيك، هذاك انت اللي تعمله، انت اللي تحط الملاعبي، انت اللي تريني فيه، انت اللي توظفه، وين تحط هذا في بلاصته وهذا في بلاصته. انا نجي اليوم كما قال لك سي مونجي، انا يلزمني ننقد ويلزمني نشكر، يلزمني المنتخب اليوم اذا نشوفه يعمل في ماتشات كبار ويعمل في بريستاسيون كبيره مش نشكره بالطبيعه، اما انا اليوم اسير دو ماتش اميكو ما شفنا حتى شيء بصراحه سي مونجي ولا سي سامي، ما شفنا حتى شيء اليوم ضد الكونغو، راهو الكونغو معناها ماهيش مترشحه كوب دافريك وعملت ماتش كبير ضد تونس. انا سليتي عمل لك مركا البونتو هذاك شفت انا ماتش كيما المغير، بالعكس انا نحب نشكر المنتخب خاطر ونحب نشجع المنتخب اكيد 200% ونحن كنا تونس ونحب المنتخب كيما القدام، اما وقت اللي انت ما فما حد شيء زاد لازمني ننقدك كانت اعلامي كانا ملاعبي معناها لعبت في المنتخب ولعبت معناها نعرف
خويا معناها وقت اللي لازمني نقعد اليوم البارح مي دوزيام ميتا 25 مينوت اليوم لعب بالمنتخب وحب يوصل لكن ما بعد ايش؟ بعد ضيعت 45 دقيقة، 45 دقيقة هذوكم المنتخب الجزائري عمل فيهم كل شيء، مركة ولعب وتشوف أنت الروح كما قلت أنت، هذيك ناقصتنا بصراحة. عندك ملاعبية وعندك جروب باهي وجبت زوز ملاعبية تو نحكيو فيهم حتى بعد. أي باش نحكيو على كل شيء. نحكيو عليهم كل شيء بعد. حبيت ناخذ كلمة. جبتهم أنت جبتهم جرب ما يصيرش زين أخويا من هذا ومن هذا جرب وعطينا بار جرب بعد راك مش تحط كما نقول لك استابيليتي تحط كيب تحط اللي مش تعمل عليها جيتك برشا ماتشوات قدام جاي كوب دافريك 2021 معناها حط استابيليتي وحط الكيب اللي مش تمشي بها وباش تمشي بها الاخر خطانا من تعدينا بريمير تور وديزيام تور وواحد اعطينا اخويا نحبوا 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 نعملوا حاجه اليوم المنتخب الجزائري عنده لحمه كبيره عنده جروب كبير خاصه الاستقرار في التشكيله ما فماش خاصه سامي انت اكثر واحد قلت لي ساعه شويه قلبك معبي برامو اشوف ساعه حبيت نجاوب محلل في برنامج قال وقت جاوا يقدموا في مباراه الجزائر وتونس قالوا قال احنا عندنا اسبقيه معنويه على الفريق الجزائري مثالش وسام اصغر مني انا ومنجم ابراهيم حبيت نذكر حاجه شوف راهو المغرب والجزائر عبر التاريخ في المباريات كان يوقفهم واحد برك كان يوقفهم عتوكا كان عقده المهاجمين والفريق والدوله والمحبين المغاربه والجزائريه عتوقة اي عتوقة كان يوقفهم وحدهم هذه معناتها للتاريخ عمرنا ما كنا اقوى برشا من المغرب ولا اقوى من المغرب ولا اقوى من الجزائر مشى عتوقة مشاتك الاسبقيه المعنويه هذيك مشات هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي نحب نقولها هي انه يقولوا انه الفريق الوطني هو مرآه الكرة التونسية ومرآة البطولة التونسية، هذه هي مرآة الكرة التونسية. فماش ملاعبين بالبطولة. لا 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 باش نرجعوا لها. مرآة وقتها أنت البطولة نتاعك ما تطلعش غير قادرة أنها تطلع لاعبين في الفريق الوطني، معناتها أنت عندك بطولة ضعيفة برشا وإحنا بعد نرجع على نوعية اللاعبين التوانسة عندنا جمعية تحت المتوسط معناتها على المستوى الفردي وعلى المستوى وعلى المستوى الجماعي. نجيو لحاجه ثالثه اللي مهمه برشا اللي برشا ناس ما يقولوهاش. في العشر سنين الاخرانيين هذوما احنا نوزونسوم سيليكسيونور معناتها ناسيونال ما بين قارين ومارين نمرو 11 تعدى كاسبرجاك وتعدى كرور وتعدى ليكنز وتعدى فما اللي حط العمل مرتين وتعدى الكنزاري وتعدى خنفير وتعدى معلول مرتين في 10 سنين في 10 سنوات المانيا في تاريخها قد عندها مدرب في تاريخ الكل 10 مدربين تسمع احنا في 10 سنوات 11 مدرب وطني كيفاش تلقى ستابيليتي بالله كيفاش تلقى ستابيليتي وباش نقول لك انا حاجه هاو باش نعمل انا انتيسيباسيون الانتيسيباسيون اللي باش نعملها توا جوقت رئيس الجامعه انه تهاجموا الكبير والكبير باش يتنحى قبل الكوب دافريك بعد الكوب دافريك كبير انا نقول لكم ما يمشيش الكوب دي موند شوف يمشي الواحد اليوم ثم فهم فهمني النقطة هذه قلت لي جوقة رئيس الجامعة باش تهاجم الكبير باش يتنحى يا اخي احنا عندنا جوقة كاملة هي ما ثماش رئيس الجامعة برك لكن ثم جوقة قاعد معناتها تكذب على الناس وتزيف في الحقائق نتاع الكرة التونسية نتاع الفريق الوطني تقول معناتها باش يركبوا الفشل على المنظر الكبير اليوم هذه هي استراتيجية وبدات استراتيجية بعد ماتش الكونغو واستراتيجية هذه زادت قوات البارح انا هني قلت لك هاو نعطيك سكوب قلت لك واذا كان مشى للكان في حالة ما اذا مشى للكان ما يمشيش الكوب دي موند هذا اذا مشى للكان هذه الحاجة الثالثة اللي معناتها الرابعة اللي نحب نقولها قلت لي انت عندنا شنو اللي عندنا؟ عندنا لاعبين يلعبوا دون دي كلوب دو تروازيام زون هذايا ويلا كان يلعبوا في اوروبا يلعبوا دون دي كلوب دو تروازيام زون عندنا الكابيتان نتاع الفريق نتاعنا عنده اربع سنين وفاء ما عندوش 31 سنه ما عادش عنده خمسه دقائق في ساقيه لا تكنيك هذيك تكنيك يعطيها ربي ما عادش عنده خمسه دقائق فيزيكمون ما عادش عنده خمسه دقائق الديماراج الاولاني الى اون بليسور مسكولير المجموعه نتاعنا
متوسطة إذا ما نقولوش أقل من المتوسط. نتفاعل معك في النقطة هذه سامي، قلت لي يلعبوا فيك إيكيبات صغيرة، يا أخي البلايلي وبونجاح وين يلعبوا معنا؟ لا 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 مش نقول لك حاجة مهمة برشا، احنا اللاعبين نتاعنا التوانسة ما نحكيوش على اللاعبين اللي مشيوا لأوروبا يرجعوا بعد أربع شهور ولا خمسة شهور ولا ستة شهور، اللاعبين نتاعنا اللي مشيوا نحن للخليج يطردوهم الفرق نتاعهم، إذا ما طردوهمش الفرق نتاعهم تشوفهم وقت يرجعوا الفريق الوطني تشوف المستوى نتاعهم كيفاش يرجع. شوف أنت زوز لاعبين اللي قلت توا أساميهم، شوف بنجاح، بنجاح راهو الكاليتي اللي ولات عنده في البطولة القطرية، شوف البلايلي اللي البلايلي ستان كاركتير ستان كاركتير معناتها دي كاركتير بنجاح ومحرز وبلايلي وكل مش حاجة سهلة، شوف الكاليتي اليوم بلايلي وقت يقف بلايلي ويحط الكرة وما يشوتاس محرز ويشوتها هو عارش معناتها دونك شوف الكاليتي فوالا دونك شوف 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 والامبيونس بالملاعبيه والجو اللي خاطر شوف انت الكاليتي.